أصدر مركز معلومات وادي حلوة سلوان تقريره الشهري عن شهر أيار الماضي، رصد خلاله الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس. جماعات الهيكل المزعومة كثفت من اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، فاقتحم الأقصى 3798 متطرفاً، وشهد 13 من الشهر الماضي خلال الاحتفالات بذكرى احتلال الشق الشرقي لمدينة القدس وما يطلقون عليه يوم توحيد القدس انتهاكات غير مسبوقة في المسجد الأقصى من قبل المستوطنين بدعم وحماية كاملة من شرطة الاحتلال. أدوا الصلوات الجماعية وشكلوا حلقات الرقص والغناء ورفعوا علم الاحتلال وسط اعتداءات على موظفي الأوقاف الإسلامية وتشديدات على المسجد. وفي مساء ذات اليوم شارك الآلاف من الإسرائيليين بمسيرة رقصة الأعلام السنوية وسط إجراءات أمنية مشددة عزلت البلدة القديمة وعدة أحياء وشوارع بالمدينة لتأمين المسيرة. وخلال المسيرة رفع المشاركون أعلام الاحتلال والأعلام الأمريكية وشعارات للهيكل المزعوم وشكلوا حلقات رقص وغناء ووجهوا الشتائم للعرب وللفلسطينيين وللرسول محمد عليه السلام، وحاولوا التضييق على الطواقم الصحفية من خلال استفزازهم برفع الأعلام أمام كاميراتهم أو الوقوف أمامهم. أما شوارع القدس فقد بدت شبه خالية من الفلسطينيين بسبب الإغلاقات والانتشار المكثف لقوات الاحتلال بعناصره المختلفة وملاحقة وقمع أي شخص يحاول الاقتراب من الشوارع المحاذية للبلدة القديمة. ونصبت سلطات الاحتلال عند حوالي الساعة 2 ظهرا السواتر الحديدية وأغلقت بعض الشوارع بمركبات الشرطة والحافلات. قوات الاحتلال أخلت ساحة باب العمود منذ ساعات الظهيرة، وخلال محاولة مجموعة من النسوة التواجد في الشارع المطل على باب العمود تم الاعتداء عليهن بالضرب والدفع، وتمت مصادرة العلم الفلسطيني وأبعدن بالقوة من المكان. كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 مقدسيين بينهم سيدة وابنتها، ومعظمهم أخلي سبيلهم بعد احتجازهم لأكثر من ساعتين، وأصيب خلال ذلك الصحفي محمد عبد ربه مراسل صوت فلسطين بردود وخلع بالكتف بعد الاعتداء عليه بالضرب والدفع. وفي 14 من أيار تظاهر المئات من الفلسطينيين بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في مدينة القدس تزامنا مع الاحتفال بافتتاحها. شارك بالمظاهرة المئات من الفلسطينيين من القدس والداخل والجولان وعدد من نشطاء اليسار الإسرائيلي، وذلك على بعد عشرات الأمتار من موقع السفارة الأمريكية. وعند الشارع المقابل نظم إسرائيليون وقفة رفعوا خلالها أعلام الاحتلال والأعلام الأمريكية احتفالاً بافتتاح السفارة. ورفع المشاركون بالمظاهرة الفلسطينية العلم الفلسطيني وشعارات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية تؤكد على فلسطينية مدينة القدس وعلى حق العودة وضد قرار ترامب، واعتدي على المشاركين بالضرب والدفع لأكثر من 3 ساعات متواصلة. واعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينياً وصادرت الأعلام والشعارات بالقوة. قوات الاحتلال حاولت إبعاد المتظاهرين عن مكان تواجدهم عدة مرات، حيث تم الاعتداء عليهم ومنعهم من التقدم ووضع السواتر الحديدية في محيطهم، فيما قام سكان العمارات المجاورة برش المياه على المتظاهرين، كما وجهوا السباب والألفاظ النابية بحقهم. ورغم ذلك تواصلت التظاهرة، وبعد انتهائها انطلقوا بمسيرة في عدة شوارع قريبة من مقر السفارة. يا جماهيرنا الشعبية، يا جماهيرنا الشعبية،
وفي 20 من شهر أيار استشهد الأسير المقدسي عزيز عويسات 53 عاما بعد إصابته بجلطة في معتقل عيادة سجن الرملة. وبينت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن نتائج تشريح جثة الأسير الشهيد عويسات أظهرت أن سبب الوفاة المباشر جلطة قلبية حادة. وخلال عملية التشريح ظهر على جسد الشهيد بعض الكدمات على شكل بقع ظاهرة في عدة أنحاء من جسده. وفي نهاية شهر أيار أطلقت قوات الاحتلال النار على السيدة المقدسية خولة الشحاتيت 43 عاما خلال سيرها بالقرب من محطة القطار الخفيف في حي شعفاط، ما أدى إلى إصابتها بجروح في ساقها الأيمن، كما عقدت لها جلسة تمديدية غيابية في محكمة الصلح. وبعد عدة أيام قررت شرطة الاحتلال الإفراج عنها بشكل مفاجئ، وواصلت طواقم سلطة الطبيعة الإسرائيلية أعمال حفر ونبش وتثبيت الأسوار الحديدية في مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى من الجهة الشرقية، فيما نجح الأهالي بإزالة أجزاء من الأسوار الحديدية التي ثبتت حول أجزاء من القبور. وخلال ذلك استباحت قوات الاحتلال المقبرة وحولتها لسكنة عسكرية، وألقت بكثافة القنابل الصوتية لتفريق المعتصمين فيها. ورصد مركز معلومات وادي حلوة اعتقال 197 فلسطينيا من المدينة، بينهم 6 إناث 53 قاصرا، 2 من الأطفال أقل من جيل المسؤولية أي دون 12 عاما. وواصلت سلطات الاحتلال هدم المنشآت السكنية والتجارية في مدينة القدس بحجة البناء دون ترخيص. ورصد مركز المعلومات هدم 5 منشآت في مدينة القدس خلال الشهر الماضي، كما شنت طواقم بلدية الاحتلال حملة واسعة ضد محطات الوقود في مدينة القدس باقتحامها ومصادرة معداتها وآلاتها.